بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي طلبة وطالبات الصف الخامس الابتدائي، أهلا بكم وسهلا في قناة مصر للتعليم الابتدائي. هندرس مع بعض الموضوع الرابع، مهارات الحوار، من مادة المهارات المهنية. طبعا المهارات المهنية مادة تضاف للمجموع، مادة تضاف لإيه؟ للمجموع. فإحنا نركز فيها ونخلي بالنا. في نهاية الموضوع سيكون التلميذ قادرا على أن يشرح طبيعة الحوار، يحدد المسائل المهمة بالنسبة له ولزملائه في الفصل، يحاور زملائه حول الموضوعات المتعلقة بالمدرسة، يجد طريقة للاتفاق معهم، يكتب مسرحية من مشهدين. نبدأ مع بعض الدرس. طبعا هل سبق لك أن اختلفت في الرأي مع أحد أصدقائك؟ طبعا أكيد إحنا ممكن نختلف في الرأي، واختلاف الرأي لا يفسد للود ايه؟ قضية. بمعنى ايه؟ يعني انا ممكن نختلف مع بعض في رأي في موضوع معين. هنا بيقول ايه؟ ماذا فعلت؟ طبعا النقاش يعد تعلم الحوار مهارة قيمة وذات فائدة كبيرة. يعني احنا المفروض احنا نتعلم ايه؟ مهارة الحوار. مهارة ايه؟ الحوار، لان طبعا دي مهارة ايه؟ قيمة، وليها فايدة ايه؟ وليها فايدة كبيرة. اهمية تعلم مهارات ايه؟ الحوار. اول حاجة لما انا اتعلم مهارات الحوار، مهارات الحوار دي بتساعد على عرض رأيك او وجهة نظرك بطريقة واضحة دون التصادم مع وجهات ايه؟ النظر المختلفة. لان انت ممكن يكون ليك وجهة نظر مختلفة في موضوع ما، فانت لما بتقول رأيك وبتعرض رأيك بطريقة واضحة طبعا دون التصادم مع ايه؟ وجهات النظر المختلفة مع اصدقائك واصحابك، بتعلمك كيفية تقديم الادلة لتأكيد وجهة ايه؟ وجهة نظرك. بمعنى ايه؟ لو انا عندي في موضوع معين انا عايز اتكلم فيه وابدي وجهة ايه؟ وجهة نظري، تمام؟ دي بتعلمني كيفية تقديم الادلة لتأكيد وجهة ايه؟ وجهة النظر. بتساعد كمان مهارات، اهمية تعلم مهارات الحوار بتساعد على الاستماع الى وجهات نظر الآخرين. يعني أنا زي ما أنا أبدي رأيي وبقول وجهة نظري في هذا الموضوع، تمام، أنا برضو بتعلم إن أنا أستمع إلى وجهات نظر الآخرين لفهم كيف يفكر الآخرون لتطوير إيه؟ لتطوير أفكارك أو تطوير أفكاري. طبعا حوار بين ريهام وأمنية حول أيهما أهم في المجتمع، الزراعة أم السياحة. طبعا ده حوار بين ريهام وبين مين؟ وبين أمنية. في الأهم فين في المجتمع؟ الأهم مين في المجتمع؟ الزراعة أم السياحة؟ طبعا أمنية ريهام بتقول إيه؟ أعتقد أن الزراعة أهم من السياحة. فأمنية المفروض تسألها وتقول لها ليه؟ بتقول لها المزارعون يزرعون المحاصيل الغذائية لإطعام الجميع، فجميعنا نحتاج إلى الطعام لنعيش. تخيلي لو لم يكن لدينا مزارعون. دي ريهام بتحكي مع مين؟ وتقول مع أمنية. فسيجب علينا شراء الطعام لو احنا ما عندناش مزارعون، تمام، يجب علينا شراء الطعام من دول اخرى، وهو امر مكلف. عشان كده نحن بحاجة الى ايه؟ مزارعين للحصول على الطعام والتوفير ايه؟ والتوفير المال. دي هنا بتعرض وجهة نظرها على موضوع ايهما اهم في المجتمع، الزراعة ام السياحة. طبعا ريهام بتعتقد ان الزراعة اهم من ايه؟ اهم من السياحة. طب هنشوف احنا دلوقتي بالنسبة لوجهة نظر امنية. طبعا امنية بتقول ايه؟ اعتقد ان السياحة اهم من ايه؟ من الزراعة. طب ليه؟ ايه السبب؟ قالت ايه؟ بيأتي الكثير من السائحين الى مصر، فالسياحة بتساعد او تساهم في ادخال الكثير من المال للبلد وبتوفر فرص عمل للاشخاص، فبدون السياحة ستجني مصر أموالا وأرباحا أقل، ولن يكون هناك فرص عمل للكثير من إيه؟ من المواطنين. يبقى إذن ريهام عرضت وجهة نظرها بالنسبة للزراعة، وأمنية عرضت وجهة نظرها بالنسبة لمين؟ بالنسبة للسياحة. ريهام قالت إيه؟ قالت أوافقك الرأي بأننا نحصل على كثير من المال من السياحة. يعني احنا بناخد فلوس كتيرة منين؟ من السياحة، وكمان بتوفر فرص، الكثير من فرص ايه؟ من فرص العمل. ومع ذلك فإن الزراعة تجني أيضا أموالا لمصر. يعني احنا عارفين إن السياحة بتجني أموال كثيرة، تمام؟
والزراعة برضو بتجني أموالا كثيرة لمصر وتوفر أيضا فرص عمل. يعني هنا برضو بتعرض وجهة إيه، وجهة نظرها في الزراعة. طيب أمنية بتقول إيه بقى عاد؟ بتقول إيه؟ صحيح إننا نحتاج إلى الطعام لنعيش، ولكن يمكن للناس زراعة أنواع من الطعام في حدائقهم الخاصة، وصحيح أيضا إن شراء الطعام من دول أخرى أمر مكلف، ومع ذلك جني الكثير من الأموال من السياحة، يمكننا أن ننفق المزيد من الأموال على إيه؟ على الطعام. طبعا دي وجهات إيه؟ وجهات نظر بين أيهما أفضل، الزراعة أم السياحة. ريهام عرضت وجهة نظرها بالنسبة للزراعة، وأمنية عرضت وجهة نظرها بالنسبة لمين؟ بالنسبة للسياحة. نتعلم من خلال هذا التطبيق إيه؟ أصبح من السهل إيجاد حلول للمشكلات من خلال الاستماع إلى وجهات إيه؟ وجهات النظر المختلفة. يعني أنا حتى لو أنا اختلفت مع صديقي، مع زميلي، تمام؟ دي اسمه إيه؟ اسمه اختلاف وجهات النظر. طبعاً اقرأ ثم اكتب المشهد المسرحي المناسب. أولاً حدد المشكلة، قم أنت وزملائك بتحديد المشكلة التي ستكون موضوع مسرحياتكم مع توضيح أهمية هذه المشكلة وبالنسبة لك أنت وزملائك. المشكلة إيه؟ عدم استماع التلاميذ للإذاعة المدرسية. دي مثلا مشكلة، إحنا هنعمل إيه؟ هنقوم بكتابة مشهد مسرحي مناسب. طيب عدم استماع التلاميذ للإذاعة إيه؟ المدرسية في الصباح. طب أهميتها، الإذاعة المدرسية بنتعلم من خلالها العديد من المعلومات والمعارف. طيب وسيلة كمان أهمية الإذاعة المدرسية، وسيلة لتنمية مهارات التلاميذ في العديد من الجوانب، زي إيه؟ زي الإلقاء. طيب الشخصيات، عايزين كام شخصية؟ مشرف الإذاعة المدرسية معلم في 30 من عمره، طويل ونشيط. طيب نور تلميذ مسؤول عن تقديم الإذاعة في الصف الخامس الابتدائي وصوته جهوري. رامي تلميذ مسؤول عن توزيع المهام، بيرتدي نظارة ومتحمس. يبقى كام شخصية؟ ثلاث شخصيات. ثلاث ايه؟ شخصيات، اللي هو مشرف الإذاعة المدرسية ونور وايه؟ ورامي. طيب كتابة وشرح موجز، لابد من كتابة شرح موجز عما يحدث في المسرحية، وكيف تقوم الشخصيات بإيجاد حل للمشكلة. يجب التأكد على أن أو من أن كل شخصية قامت بشرح وجهة نظرها لحل مين؟ لحل المشكلة. طب الشرح اللي هو هيتعمل، اجتمع المشرف مع التلاميذ، ده في المسرحية اجتمع المشرف مع التلاميذ لإيجاد الحل، ودار بينهم حوار يتضمن حلولا مختلفة من وجهات النظر. المشرف لوجهة نظر، ونور لوجهة نظر، ورامي لوجهة ايه؟ نظر. نشوف وجهات النظر. المشرف اضافت جائزة اسبوعية لافضل فقرات الاذاعة. طب نور بيقول ايه؟ ان تكون المقدمة موجزة وشيقة وتركز على فقرات ايه؟ فقرات الاذاعة. طب رامي قال ايه؟ ان تتم اضافة فقرات جديدة للاذاعة مع اختيار اشخاص مختلفين لاداء ايه؟ لاداء كل فقرة. كتابة المسرحية، عند البدء بكتابة المسرحية يجب أن يظهر المشهد الأول طبيعة المشكلة، أو يظهر المشهد الأول طبيعة إيه؟ المشكلة. طب في المشهد الثاني يجب على شخصية أو اثنين شرح المشكلة للمعلم، إن كان رامي أو مين؟ أو نور أو الشخص البالغ، وطلب المساعدة إيه منه. طبعا المشهد، أول حاجة في المشهد يفتح الستار في فناء المدرسة، والتلاميذ يقفون حول مشرف الإذاعة، ويدور بينهم الحوار التالي. هنكتب حوار المشرف هيقول إيه، ونور ومين ورامي. طبعا بكده حبايبي ننتهي من شرح الموضوع الرابع من درس مهارات إيه؟ مهارات الحوار الصف الخامس الابتدائي، المهارات المهنية، على قناتكم قناة مصر للتعليم الابتدائي. طبعا بدعوكم وتشرف بحضراتكم انكم تعملوا سبسكرايب او اشتراك على قناة مصر للتعليم الابتدائي مع تفعيل زر الجرس لكي يصلكم كل جديد. وبرجو لو الفيديو عجبكم تعملوا تضغطوا على زر اعجاب، وممكن كمان نعمل مشاركة لاصحابكم واصدقائكم عشان الجميع يستفيد. والى اللقاء في درس قادم ان شاء الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.